الندم على الماضي والقلق من المستقبل هيعملوا حاجه في منتهى الخطوره، هيضيعوا عليا النهارده. اجي اسال حضرتك النهارده بتعمل ايه؟ تقول لي والله الحمد لله انا ندمان جدا على اللي حصل امبارح وقلقان قوي من اللي هيحصل بكره. فاجي بكره حضرتك عامل ايه النهارده؟ تقول لي والله الحمد لله بس انا ندمان على اللي انا ما عملتوش امبارح وخايف من اللي هيحصل بكره. ايوه صح. وبعده كده في حين ان ندمي على اللي فات والله ما هيرجعه، وقلقي من اللي جاي قسما برب ما هيضمنه. الاثنين الندم على الماضي والقلق من المستقبل هيعملوا حاجه في منتهى الخطوره، هيضيعوا عليا النهارده، هيضيعوا عليا اللحظه اللي انا فيها، فهينكدوا عليا وبس. فتلاقيني ان انا طول الوقت عايش في حاله من الضغط والكرب. ده شكل من اشكال المبالغه. شكل منهم ان بعد ما افضل الوم نفسي على كل اللي عملته، ليه عملته وما كانش المفروض اقول كده، ليه اتسحب من لساني، ليه اضيع حقي، او الوم نفسي ان انا ما ردتش، كان لازم ارد واوقفه عند حده. بعد حالة من الجلد المستمر أقف قدام المراية بالليل، أقسم بالله العظيم أنا أحمد هارون الشريف لا أعمل وأعمل وأعمل وأعمل، وأخش أنام ما أعملش حاجة. فأفاجأ وأنا نايم بكوابيس مفزعة تخليني بتقلب على السرير، أصحى ألاقي نفسي مخبوط في الحيط، أقوم ألاقي السرير كأنه كان ساحة معركة، أرض نزال بسركة على السنان، بجز على الدروس، بالناس تقوم تلاقي بطش على جلدها حمراء او زرقاء، انه يقوم من النوم كانه ما نامش دقيقه، احساس بالهمدان وتكسير العظم ومشاكل العضلات، الاحساس بان انا مش قادر اتحرك ولا ليا نفس اكل او باكل بافراط من غير ما يكون ليا نفس اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا ما نحن فيه، ولا حول ولا قوه الا بالله.